بدأت الإدارة العامة للمرور في السعودية يوم أمس تفعيل نظام جديد لرصد المخالفات آلياً لمن لا يلتزم بالمسارات المحددة في الطرق. كانت البداية في الرياض وجدة والدمام ومنها إلى بقية مناطق المملكة. تفاصيل هذا الموضوع مع الزميل محمد المشاري، نتابع. تقنيات حديثة لأنظمة المرور في السعودية من شأنها تفعيل ذكاء اصطناعي للسلامة والحفاظ على الصحة العامة لسالكي الطريق. الإدارة العامة للمرور وانطلاقة جديدة لمخالفة أي مركبة لا تلتزم بالمسار المحدد. البداية ستكون في الرصد عند تقاطعات الإشارات الضوئية ومثلثات الطرق، إلى أن تنتشر في جميع مناطق المملكة عبر رصد آلي للتعرف على المركبة المخالفة وبشكل دقيق. من هنا في مركز العمليات الأمنية الموحد 911، وتحديدا في القاعة المخصصة بالمراقبة التلفزيونية والتي تستوعب أكثر من 100 شخص. في هذه القاعة يتم رصد الملاحظات ورفع البلاغات للمخالفات المرورية والمخصصة بعدم الالتزام بالمسارات والتي تتسبب في تعطيل حركة السير وتعريض حياة الآخرين للخطر. تتبع آلي للمخالفين بالإضافة لقوى بشرية تساعد في التعرف على المركبات المخالفة لأنظمة المرور ورفع البلاغ عنها، ومخالفات تصل إلى 500 ريال سعودي. خطوة لرفع الوعي والسلامة لدى قائد المركبة، حيث تشير دراسات مرورية بأن تغيير المسارات من السائقين من أهم الأسباب في وقوع الحوادث، وأتت هذه الخطوة لتغيير سلوكيات الطريق الخاطئة حفاظاً على الأرواح لتنعم برحلة آمنة. محمد المشاري، MBC الرياض.